حط اللايك يا دنت وهو اوام. احب اقول لكم في بداية الفيديو اخضر اصفر بنفسجي حط اللايك لا تستحي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حط اللايك. نزلت لكم قبل كده فيديو كامل وعملت لكم فيه ريفيو عن المساحة ذاتات العصر. لو بصيتم فوق على يمين الشاشة هتلاقوا علامة الاي، لو فتحتوها هتشوفوا الفيديو بتاع مساحة ذاتات العصر. الفيديو ده كان عجب ناس كتير وناس كتير راحوا اشتروا منها. ده بقى فيديو عن شرشوفة ذاتات العصر، هعمل لكم ريفيو كامل عنها وانقل لكم تجربتي. الشرشوفة دي حلوة ولا مش حلوة؟ نشتريها ولا منشتريهاش؟ جايباها منين وسعرها كام؟ كل ده هتعرفوه لما تتفرجوا على الفيديو بتاع شرشوبة ذاتات العصر. الشرشوبة دي انا جايباها من فتح الله، هي صنعة في الصين، وعايزاكم تركزوا كويس قوي في شكل الشرشوبة، لان هو الخيوط بتاعتها عبارة عن مايكرو فايبر. في ناس كتير اشترت من الشرشوبة دي قبل كده واشتكوا ان هي لا بتمسح ولا بتعصر، وده لان الخيوط بتاعتها ما بتكونش مايكرو فايبر، هي بتكون شكل الحبال، فلا بتمص ولا بتنشف ولا بتلمع ولا بتعمل اي وظيفة. فعايزاكم تركزوا ان وانتم بتشتروا الشرشوفة دي لو انتم عايزين تجيبوها تركزوا في الشعيرات بتاعتها كويس، هي شكلها شكل المايكرو فايبر. وطبعا عارفين قدرة المايكرو فايبر في التلميع وفي شفط المية. سعرها كام؟ سعرها 75 جنيه، وجبتها زي ما قلت لكم من فتح الله. انا شلت الغطا لان الشرشوفة ذاتية العصر بتعصر نفسها بنفسها، فمش محتاج الغطا في حاجة، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو. هي الطريقة بتاعتها سهلة جدا، بتضغطي عليها فتتفك الشرشوفة، وبعدين بتدخليها في المية لما بتكون واخدة الشكل العادي بتاع الشرشوفة اللي كلنا عارفينه، وبتنزليها في المية، وبعدين بتروحي مدخلاها تاني، وبعدين تعصريها، تقعدي تلفيها لحد ما بتعصر. الشرشوفة دي بتلف 360 درجة، هتلفيها لحد ما تعصر كل المية اللي فيها، وبعدين هتروحي تاني ضغطة ضغطة فتروح مفكوكة، وبتاخد شكل الشرشوفة من تاني. كل ده ما بياخدش خطوات، هو الشرح هو اللي واخد خطوات، لكن يحسسكم ان في خطوات كتيرة، لكن هو ما فيش خطوات خالص، وسهلة زي ما انتم شايفين، وواضح انها بتمسح وبتلمع وبتشفط المية وكل حاجة. يعني دي شرشوفة مايكرو فايبر ذاتية العصر، بتلف 360 درجة، بتلف الدراع لفة كاملة، بتعصر كويس جدا، وبتلمع الارضيات. اليد بتاعتها معدن وطويلة. الشرشوفة دي ليها قدرة عالية على الامتصاص زي ما قلت، لان هي من المايكرو فايبر، هي مساحة وعصارة منها فيها، يعني اختراع جديد كده من الاخر، ممكن يناسب البعض وممكن ما يناسبش البعض التاني. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. بس الخامة بتاعتها حابة اقول لكم ان هي كويسة جدا. انا مثلا من الناس اللي ما تناسبنيش الشرشوفة دي، هفضل عنها حاجات تانية. ليه بقى؟ لان لما بنزلها في المية بحس ان هي تقلت شوية. بالنسبة للناس دي مشكلة، وبالنسبة للناس تانية دي مش مشكلة. طيب انا ليه لما اجي امسح اقعد الف في الشرشوفة عشان خاطر اعصرها لفات كتيرة؟ يعني انا عشان اعصرها مش بلفها لفة واحدة، لا انا بلفها 360 درجة، بقعد الفها لحد ما اشفط كل المية اللي دخلت فيها، لان هي بتمتص مية كتير، فلازم الفها مش لفة واحدة ولا لفتين، لا تلفيها لحد ما تعصري كل المية اللي فيها. طب يعني الواحد يبقى عايز ينجز، فانا ليه مثلا مختارش حاجة تكون اسهل واسرع من كده؟ بس نخلي في بالنا الحاجة اللي بتبقى صعبة عند حد تبقى سهلة عند حد تاني، اللي بتبقى مشكلة عندك بتبقى مش مشكلة عند غيرك، والحاجة اللي انت مش بتفضليها ممكن غيرك بيفضلها. ممكن اداة واحدة بتكون عند الواحد منها كذا نوع وكذا صنف مختلف، لان هو
بيحب الأداة دي في الشغل، بيحب يبقى عنده منها كل حاجة، لكن مش في كل حاجة الواحد بيفضل كده. فأنا بالنسبة لي محبتش أبدا الشرشوبة دي، لأن خطواتها بالنسبة لي تعتبر كتير، رغم أن الخطوات زي ما قلتلكم أن هي مش كتيرة، لكن أنا مثلا لو حاجة تانية هتنجز معايا أسرع من كده، وهعصر بسرعة ومش هحتاج أني هعمل كل ده. خلال الفيديو شايفين أنا بوريكم عمالة املاها لكم مية، وبوريكم القدرة بتاعتها على الامتصاص والقدرة بتاعتها على العصر. فهي كأداة كويسة جدا وجميلة جدا، والخامة بتاعتها ممتازة، لكن انا ما حبيتهاش. مميزات الشرشوبة دي ممكن تبقى عيوب عند البعض، وممكن عيوبها تبقى مميزات عند البعض التاني وما يشوفش انها عيوب ابدا. انا نقلت لكم التجربة كاملة، وانتم ليكم الاختيار تحبوا ان انتم تجيبوا من الشرشوبة ذاتية العصر ولا لأ. هات اللايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، هات اللايك. ايه، ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.